هناك التحدي الإثارة الشاهينية، أحمد محمد بن غنام الهاملي في المركز الأول، أهالي الغربية يحتفلون يتابعون المنافس الأقرب من راسيم على المركز الثاني، أبو عبد الله خالد بن حيد الحارب المهيري على المركز الثاني في هذه الانطلاقة الميتين متر الأخيرة، التحدي النهائي. الغربية تسطر أيضا أول إنجازاتي هذا الصباح. سلام يا الغربية، سلام سلام يا أحمد بن محمد بن غنام الهاملي على فوز الشاهينية السلالة العملاقة صاحبة المركز الأول. تهانينا والناموس مراسيم خالد بن حميد بن حارب المير في المركز الثاني. المركز خاطري لو صعد المركز الثاني ويبقى في المركز الثالث جولان على المركز سعد بن حمد بن سليمان بن جبرين. هذه الأسماء، التحدي هنا في المركز المعلن انطلاقته، لكن نبقى مع الصدارة، نبقى مع الشبابي. الشبابي يا شبابي ركز يا شبابي، حيوا الشبابي حيوه، إذا استمر على هذا الأداء ركز على هذا الاسم، ركز على هذا التاريخ. جابر بن عبد الله بن جابر بن حسين اللي على المقدمة. الله 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 الله، شوف هناك، شوف تابع الصدارة، تابع المقدمة، تابع الانطلاقة. شاهين سعيد بن علي بن رشيد الاجتبي، ولكن الشبابي شبابي المركز الثاني يذهب هناك الجايز. يا هيلمان احتل الصدارة، يجب أن يكون الناموس حاملا اسم الهيلمان، اسم القمة والعز والوصول إلى القمة دائما. هيلمان إذن على المركز الأول، سلطان بن حمود بن سلطان اليحافي، أقول سلام للسلطنة، جود مورنينج أهالي السلطنة والمضيبي خاصة مع هذا الأداء الجميل. هيلمان الاسم، الاسم كم يسوى، يحمل أيضا هو بعنوانه وناموسه مع هذه التحديات وهذه الإثارة. الله، أتوقع أيضا هناك للتوقيت حساب مع هذه الانطلاقة. الله 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 الله، الصدارة والمركز الأول وأيضا هيلمان. شو معناه يا إخواني؟ خلاص ما في تراجع، المركز الأول، التحدي الأول. الله 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 عليك يا شاهين. سالم مع هذه الانطلاقة، سالم بن حمد بن ضبيب العامري، وين أسلم؟ الغربية الغربية، أسعدتم صباحا ومشكورين على شاهين وانطلاقة شاهين، ومشكور يا شاهين على هذا الإنتاج والإنجاز ما شاء الله وتبارك الله. سالم بن حمد بن ضبيب العامري مع شاهين، سلام سلام البداية، سلام المركز الأول، سلام التحدي الأول. الله الله الله، شاهين إذا في الصدارة والمقدمة. المركز الثاني يذهب إلى مهاجم عبد الله بن سلطان سعيد. المالكي يخطف الأضواء والأجواء في هذا الشوط مع انطلاقة الشاهينية. الله يا المالكي، أسعد الله صباحك مشاهدين الأعزاء على هذه الانطلاقة، بينما البقية تحارب على ثاني المراكز، والمركز الأول لا زال مسيطر مع المالكي محمد بن سالم المالكي. لكن وصلك بن عميرة عبد الله بن مطر بن عميرة الشامسي، يصل مع الشاهينية. الله الله، المالكي يقدم الشاهينية، المالكي خلص الشوط، محمد بن سالم بن محمد المالكي، تهانينا على الفوز. المركز الثاني عبد الله بن مطر بن عمير الشامسي، المركز الثالث. في المركز الثالث من خلال التواجد عود إلى المركز الأول في مقدمة الشوط، حمود بن محمد بن سالم الوهيبي لا زال المسيطر من بداية الشوط حتى خط النهاية، حتى الختام هو في المركز الأول وفي صدارة هذا الشوط. حمود بن محمد بن سالم الوهيبي بدأ الآن في الانطلاق، واسعد الله صباحكم يا هالي. السلطنة فارق كبير بينه وبين المركز الثاني، بينه وبين المركز الثاني ما شاء الله تبارك الله. الله هنا يتربع على عرش البطولة من البداية، هو في قيادة الشوط، حمود بن محمد بن سالم الوهيبي. تهاني كثيرة
والموقف خطير، الموقف خطير على صدارة هذا الشوط، ولكن أرهني الدوحة، أرى الدوحة انطلقت بناموس هذا الشوط. غانم بن حميد بن عبيد النعيمي قاد المجموعة في اللحظات الأخيرة، ولكن أرى القدوم أيضا في هذه اللحظات من غاغة لعبد الله بن سعيد بن عامر النيادي. يا سلام، أشكرك على هذه الأسامي المتميزة واللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، الدوحة الدوحة، ولكن غاغة غادمة بكل قوة والدوحة باللحظات الأخيرة. تهانينا لغانم بن حميد النعيم المركز الثاني، لعبد الله بن سعيد بن عامر النيادي المركز. الأخيرة فرض وجوده بكل قوة على مقدمة هذا الشوط، باعد المسافة. سلام 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 يا السمحة، سلام، أسعد الله صباحكم مع الأداء المتميز، مع الاندفاع الجميل اللي قدمه الواعي ويكرر هذا الفوز والإنجازات في بداية هذا الموسم. تهانينا تهانينا لأحمد بن مطر الرميثي على فوز الواعي بالمركز الأول، سلالة شاهينية غنية عن التعريف، يندفع في اللحظات الأخيرة ليثبت بكل قوة بكل تحدي وأصرار لحظات الوصول إلى خط النهاية. تهاني لأحمد بن مطر الرميثي، بينما اللي وصل مع المركز وفي هذا الاندفاع يا السلام، ولكن هناك لا زالت تتواجد بدية ناصر بن غدير بن حمدان الوهيبي، اللحظات الأخيرة، ولكن هنا يا سلام الظفرة حمد بن سرحان بن حمد الدرعي، ولكن شوف الوصول، شوف الوصول هناك مع هذا جواهر 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 مشاهدين الأعزاء، خليفة بن محمد بن قحيد المهيري غير جواهر، غيرت مشاهدين الأعزاء إلى مقدمة الشوط لتحمل السلامات لهالي زعبيل. تهانينا مشاهدين الأعزاء لمالك جواهر اللي فازت بالمركز. والعبدة يتسلل من عمق الميدان ليحمل سلاماتنا من المرموم إلى هالي الرفاعة، إلى هالي الرفاعة. يا سلام يا سلام، هذا هو، هم ولع مشاهدين الأعزاء، هم سيطر على مقدمة الشوط. عبد الله بن يمع بن خميس الغويص، سلالة سلهودية، سلالة صغانية جميلة ينطلق فيها، مولع بانفراد بانفراد، ولع نيران الشوط بالتنافس وبالأداء الجميل. تهانينا يا الغويص على هذا الفوز الجميل، عبد الله بن يمعه بن خميس الغويص على هذا الفوز، بينما المركز الثاني وصل في المركز على المركز الخامس القادمة، على خامس المراكز في هذه اللحظات، سليم بن سالم بن علي الغيلاني، ولكن الشايبة المسيطرة على زمام الأمور، المسيطرة على الصدارة وعلى المركز الأول، الشايبة على صدارة الشوط، ولكن من الجانب الآخر هناك أيضا الوصول، الوصول في هذه اللحظات، السلوم من الشاهنية، الشاهنية سليم بن سالم بن علي الغيلاني، من انتزعت الصدارة، انتزعت المقدمة، انتزعت المركز الأول. تهانينا والناموس والسلام لهاري السلطنة على هذا الأداء. المركز الثاني للسيد حيد مخلي مصطفى رشيد المركز. الياريور في المركز الثاني محمد بن علي بن سعيد اليحافي على ثاني المراكز، وفي المركز الثالث ياتينا شاهين علي بن راشد بن مفتاح الشامسي، والوصول ايضا هنا القادم في هذه اللحظات، شاهين نسهيل بن عبيد بن عبد الله بن يميع، من وصل على المركز الثالث في هذه اللحظات وعينه على المقدمة، ولكن هنا الصدارة، هنا المقدمة مع نسناس، نسناس على الصدارة، نسناس على المقدمة، على المركز الأول لسهيل بن سعيد بن مسلم لأفاري. تهانينا والناموس، المركز الثاني لسيد أيضا
السلطنة، الحبسي قادم، الحبسي قادم. أما المركز الثالث الوصول من قبل في هذه اللحظات الشاهينية حمد بن مصبح بن عبود القفري في ثالث المراكز. المركز الرابع شقة أحمد بن سالم بن مصبح بن صميد، بن صميد واصل أيضا. الله 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 يا الهجوم، ولكن الرميثي، الرميثي متمسك، متمسك بالمركز الأول رغم التحدي ورغم الضغوط. هو صامد على المقدمة، يقوم راسه وينتهي راس. نعم وصل مع الشاهينية في أول الانطلاق وأول التحديات. تهانينا لسعيد بن مطار بن محمد الرميثي المركز الثاني، السلطنة صالح بن محمد سالم الحبسي المركز الثالث، بن صميط كنا نعود الى المتمم. المتمم ما زال يصارع بن الذيب، ما زال يصارع سالم بن الذيب السموسي في الحدث والوصول. يا الله شاهين عيد بن خميس بن عامر العمري، العمري قادم، العمري قادم، لا محال ولا مجال على ناموس هذا الشوط. نشوف يا متمم، نشوف بن الذيب، الذيب ما زال يصارع ولكن العمري قادم، العمري قادم، هو اقرب منافس لبن الذيب، اقرب منافس. وخط النهايه، خط النهايه، يستقبل النايف، يستقبل النايف أو سالم بن الذيب السبوسي. تهانينا والناموس الثاني العمري. هذا وصلنا على المركز الثاني عيد بن خميس. والتحديات مستمرة، المنظر رائع، المنظر رائع. يا سلام يا سلام يا سلام، وأرد تسلل، أرد تسلل للشاهينية في هذه اللحظات، تنطلق مع المركز الأول. يا سلام محمد بن بطحان بن قران المنصوري، وأرد تسلل للشاهينية لعلي بن راشد من مفتاح الشوبسي، وأرى الهجوم. يا سلام الشاهينية، عبيد بن سعيد بن منانة يعلن الهجوم، يعلن التحدي في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة. يا سلام يا سلام، سلام زعبي سلام، أسعد الله صباحكم. تهاني للعبيد بن سعيد بن منانة المركز الثاني. مشاهدينا متابع الكرام، والواصل هنا شاهين ناصر بن عبد الله لوهيبي، ولكن الصدارة، الصدارة والمقدمة والمركز الأول مع مهيض، مهيض عبد الله بن سعيد بن محمد الغفالي على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا على المقدمة. إذن مهيض لعبد الله بن سعيد بن محمد الغفالي على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. إذن اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة. إذا مهيض هو صاحب الشوط. تهانينا عبد الله بن سعيد محمد الغفيري المركز الثاني، ناصر بن عبد الله الوهيبي المركز الثالث. ما يخصك محمد بن سعد متابعينا الكرام في هذه اللحظات ازعاج، وصلت ازعاج، وهناك التغيير كذلك وتبادل المراكز. جميل، وصلت في هذه اللحظات الشاهينية عبد الله بن مطار بن حمد الشامسي، ولكن هناك ازعاج، ازعاج غيرت الى مقدمة الشوط محمد بن سالم بن ثعلوب الاكتبي قادة المشاركات. الله يا بن ثعلوب، الله يا ازعاج، سوت ازعاج في الشوط، انطلقت الى المقدمة. ازعاج، ازعاج محمد بن سالم بن ثعلوب الاكتبي على راس حربة هذا الشوط، تصل معلن الفوز الناموس المركز الثاني. وصلت في الشاهينية عبد الله بن بطار بن المركز الثالث، الوصول من قبل الوالي سالم بن سلطان بن رشيد السويدي، والرابع الله 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 الله، الرابع يبغي متابعه، يبغي متابعه، اللي هو شاهين احمد بن محمد بن غنام الهاملي. هذه المراكز الاولى، اربعه في موقع المعركه، اربعه في موقع التحدي، اربعه والناموس مروا عبر كل خطر. يا سلام يا سلام يا راعي الشاهينيه، يا سلام يا راعي الغربيه، سلام للغربية، سلام للغربية، وسلام لأحمد بن محمد بن غنام الهاملي. أما المركز الثاني الوالي سالم بن سلطان بن رشيد السويدي. أحمد بن سالم بن علي بن صميط العليلي، ولكن دير بالك، الله الله
دمعة 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 قادمة بكل قوة أيضا. ناصر بن عبد الله لوهيبي من تأتينا على المركز الثاني، ولكن سرابة سرابة المسيطرة على زمام الأمور، على صدارة، على المركز الأول. المركز الثاني دمعة ناصر بن عبد الله لوهيبي، واللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة. سلام ولكن سلام سلام يا هالي الحمرانية برأس الخيمة، تهانينا والناموس لأحمد بن سالم بن علي بن صميط العليل. المركز الثاني دمعة ناصر بن عبد الله. مع الذيبة اللي تسللت وانطلقت بناموس هذا، نتابع الصدارة، نتابع المقدمة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن مودة مودة على الصدارة في ختام هذه الأشواط مع هذا السن القادم بكل قوة. ولكن التحديات التحديات مع الذيبة، الذيبة واللحظات الأخيرة. محمد بن عتيج بالعرطي الحميري، سلام سلام يا المرموم سلام، أسعد الله صباحكم مع الأداء المتميز اللي تقدمه الذيبة. لحظات وصولها الى خط النهايه المركز الثاني، موده راشد بن سعيد مصبح المخمري المركز الثالث تصل.